بالفيديو السابق شفنا كيف زيرو دخل الحمام وسكر على حاله الباب، وكان تعبان وعم يتنفس بسرعة، وبلش يسعل ووقع حبة من حبوب الدم وقال: لقد بدأ الوقت يقترب، صار قريبا جدا. وباليوم التالي كانت يوكي بقاعة المحاضرات، وكان الطلاب كلهم متحمسين لأن بكرة هو يوم عيد القديس عندهم، واللي فيه الفتيات بيقدموا الشوكولاتة للأشخاص اللي بيحبون ويعبرون عن حبهم لألون. وكان الشباب خايفين انه ما حدا يعطيهم الشوكولاتة لان كل البنات مغرومات بشباب الفترة الليلية اللي هن مصاصي دماء، بينما البنات كانوا عم يتهامسوا لمين بدهم يهدوا الشوكولاتة. ويوكي طلعت بصديقتها وسألتها: يوري، انتي ما رح تقدمي الشوكولاتة لأي حدا؟ وهي جاوبتها: لا ماني مهتمة، شو مشانك يا يوكي؟ او يوكي انحرجت وقالت لا انا كمان مو مهتمة. او صديقتها جاوبتها: عن جد؟ لكن شو هاد اللي بايدك؟ او كانت يوكي ماسكة كتالوج بيشرح كيف صنع الشوكولاتة مشان تصنعها وتهديها لكانامي. او هي توترت وجاوبتها: هذا ما يعني شي ولا شي. او زيرو كان وراهن عم يتطلع فيهن وقال لها: انتي عضوة في اللجنة التأديبية، هل عم تفكري تقدمي هدية لهذاك الفتاة؟ او هي توترت وردت عليه: لا لا لا، هذا مجرد تعبير عن تقديري لشخص انا مديني لإله، كما اني لسه ما قررت اذا كنت رح قدم له شي، لهيك اترك الموضوع. واللي معهم بالفصل كانوا عم يتطلعوا بزيرو وقالوا له: لك ايه، نحن عندنا زيرو، هو متفوق اكاديميا ورياضيا، انه نجم متألق، زيرو رح يحصل على نصيبنا كمان، اكيد هو بيضاهي وسامة شباب الفترة المسائية. او زيرو طلع فيه نظرة مريبة والكل ارتعب منه. بعدين راحت يوكي وزيرو لمكتب المدير كروس وقال لهم: بكرة هو عيد القديس، المدرسة كلها تعج بالحماس، قد يحدث ما يكشف حقيقة طلاب الفترة الليلية، حاولوا تكونوا أكثر يقظة من المعتاد يا حارسي المدرسة. ويوكي كانت مستعدة بس زيرو ما عجبه الحكي، وكروس قال له: تمام، مصاصو الدماء هم أعداء الإنسان منذ قديم الأزال، بس هناك مصاصو دماء يرغبون في التعايش السلمي، وأنا فخور بأننا عم نعلم أولاد مصاصي الدماء هدول مشان يكونوا حلقة الوصل بين جنسهم وبين البشر. زيرو، قد يكون الأمر مستحيلا الآن، ولكن في يوم ما سوف تتفهم تفكيري. أو زيرو سكت شوي وجاوبه: مستحيل، ليس إلا إذا اختفى الماضي. وكروس قال له: هؤلاء القوم يمصون دماء البشر، إنهم وحوش على هيئة بشر، مو هذا هو كلامك؟ مو هذا هو السبب؟ أو زيرو عصب جدا وسكت. ويوكي توترت وبلشت تحاول تلطف الأجواء، وفجأة طلعت هدية قدمتها للمدير كروس وقالت له: اتفضل أيها المدير، يا أبي، هاي الهدية بمناسبة عيد القديس. وقدمت كمان هدية لزيرو، وكروس فرح كتير وقال لها: واو، تذاكر لجلسات تدليك الكتفين من يوكي، هذا رائع. أما زيرو فتح الكرت وانصدم وقال لها: تذكرة مهام صالحة للاستخدام لمرة واحدة. أو يوكي جاوبته: لا تحكي ولا كلمة، وسحبته من إيده وطلعته بسرعة. ولما كانوا ماشيين بالممر يوكي قالت جواتها: ليش المدير كروس بيقول أشياء تجرح زيرو؟ وتذكرت زمان لما المدير كروس جاب معه زيرو وهو طفل وقال لها: هذا الفتى هو كيريو زيرو، والده قتل على يد مصاص دماء شرير، ساعديه يا يوكي ليستحم، في إجراءات لازم انهيها مع الشرطة هلا. وراح كروس وترك لحالهم. ويوكي طلعت بزيرو باستغراب ودلته على مكان الحمام، بس هو ما رد عليها. وهي سألته: هل ممكن ألمسك؟ وهو ما رد، فقربت منه ومسكته واخذته ودخلته للحمام وقالت له: حوض الاستحمام مملوء بالفعل بالماء الساخن، رح اشلح لك ثيابك، اتفقنا؟ ولما شلحت له ثيابه انصدمت لما شافت رقبته وكتفه مليانين بالدم، فاخذت منشفه وحطتها بالماء وبلشت تمسح الدم من عليه وقالت: الحمد لله هذا مو جرح. وكانت عم تنظفه وزيرو ما حكى اي كلمه. ويوكي حست انه لازم عليها تكون حذره لان زيرو اللي قدامها بدا وكانه على وشك الانهيار.
والمساء قدام باب مسكن مصاصي الدماء كان البنات كلن واقفات عم يستنوهن يطلعوا، وكانت يوكي عم تحاول تمنعهن، اما زيرو فكان واقف وحواليه بعض الفتيات المعجبات به، ومصاصي الدماء كانوا جوا يستعدوا ليطلعوا ليروحوا للمدرسة، وكانوا عم يسمعوا حماس البنات برا. وفجأة نزل كانامي من فوق ومعه بيرين المساعدة تبعه، وروكا لما شافته فرحت وقالت بشوق صباح الخير يا لورد كانامي، وكانامي طلع فيهن وقالن يلا نروح. أما يوكي فطلعت فوق السور وصفرت على البنات مشان يهدوا، وقالت لهم لا يمكن تقديم الشوكولاتة إلا في اليوم المحدد اللي هو بكرة. وبهالأثناء في بنت طلعت على كتف صديقتها لتطل من السور، ويوكي صرخت عليها لا تتسلق السياج حذاري، وهون البنت فقدت توازنها ووقعت من كتف صديقتها، بس زيرو أسرع ومسك بإيده وأنقذها، والكل انبهر فيه وكانوا عم يطلعوا فيه بكل حب وإعجاب، بس هو اتطلع فيه نظرة حادة جدا وقال لهم إذا حدا فيكم خالف القواعد فرح يتم إلغاء هذا الحدث. والبنات كلهم زعلوا منه، ويوكي قالت جواتها ما في داعي تحكي اشياء بتخلي البنات تكرهك يا زيرو، ونزلت من السور. وفجأة فتح باب مسكن مصاصي الدماء، وخرج مصاصي الدماء وبلش البنات يصرخوا وينادوا بأسمائهم، وكانت يوكي عم تحاول تهديهم، وآيدو كان عم يتفاعل مع البنات ويلقي التحيات عليهم، والبنات كانوا سعيدات جدا. أما كانامي فكان عم يمشي ومو معبر حدا، ولما وصل لعند يوكي طلع فيه وابتسم معه وقال لا صباح الخير يا يوكي، وهي انصدمت وجاوبته صباح الخير، والبنات كلن غاروا منها. وبينما كان كانامي عم يمشي فجأة وقفوا وطلع بزيرو، وكل مصاصي الدماء وقفوا ولفوا لعنده وطلعوا فيه، وكانامي رجع لعنده وقال له زيرو كيف حالك؟ انتبه لنفسك، وراح وتركه. وزيرو كان عم يتطلع فيه بغضب كبير وضغط على ايده وقال له هل بدك تختبرني؟ انا مستعد في اي وقت يا كانامي. ومصاصي الدماء اتفاجأوا كيف عم يرد بكل وقاحة على كانامي. اما يوكي فكانت مستغربة من اللي صار وقالت جواتها هل زيرو عم يخبي شي؟ هل كانامي بيعرف شي؟ لا لا انا شكلي عم بالغ جدا بالتحليل. وبالليل بمسكن البشر كانت يوكي بالمطبخ عم تحضر الشوكولاتة مشان احتفال بكرة، وكانت سعيدة جدا وقالت جواتها بتمنى هي الشوكولاتة تعجب كانامي، لا لا هذا عمل تقديري لأشكره عن الشي اللي عمله معي زمان. وكان زيرو واقف عند باب المطبخ عم يراقبها بصمت، وبعد شوي لف وراح وكان عم يمشي بحزن، وفجأة حس بتعب كبير وبلش يتمسك بالحيط ليقدر يمشي، وفجأة ما قدر وقع على الأرض وكان عم يتنفس بسرعة. وهون اجى لعنده المدير كروس وقال له المقاومة والهروب لن يغيروا شيئا، مع ذلك انت تدفع نفسك دائما الى الحافة. وزيرو جاوبه وهو عم يتألم سكوت، وحاول يقوم يوقف بس ما قدر، وكان كروس عم يتطلع فيه بشفقة وأعطاه كاسة مي وحبة من أقراص الدم وقال له هذا رح يخفف ألمك شراب. وزيرو طلع فيه بتردد وضرب كاسة الماء من إيده ووقعت وانكسرت ورفض ياخذ الحبوب، وكروس قال له لقد بدأت الفترة بين النوبات تزداد قسرا في الآونة الأخيرة، مع الوقت رح تلاقي صعوبة أكبر في السيطرة، لا يمكن أن يستمر هذا الحال. ليش ما عم تفهم هذا الشيء؟ لا أنت عم تفهم مو هيك؟ وكان زيرو عم يحاول يتنفس ليهدى. وصباح اليوم التالي كان عيد القديس، ويوكي كانت بقاعة المحاضرات عم تتاوب من التعب لأن سهرت طول الليل عم تحضر الشوكولا لتقدمها لكانامي. وصديقتها سألتها انتي ما نمتي منيح، امبارح رجعتي للغرفة متأخرة أكثر من العادة. فهمت، هل صنعتي الشوكولاتة؟ ويوكي جاوبتها ايه هذا اللي كنت ناوي أعمله، بس أنا ما عرفت كيف أصنعها لهيك اشتريتها في النهاية. وهون زيرو كان وراها وقال لا ما بعرف شو كنتي عم تعملي، بس كنا عم نسمع صوتك من مسكن الشباب
وهي جاوبته هذا مستحيل. فنأى الزيرو ولف وشه من عليها وهي استغربت. وبهاللحظات بنات الصف كانوا طالعين يركضوا ليروحوا يقدموا الشوكولاتة لطلاب الفترة الليلية واللي هن مصاصي دماء. وزيرو قام وقف وقال يلا نبلش بالعمل. وهي قامت وراحت وراه وقالت جواتها ما بعرف شو بو زيرو اليوم، هو يبدو مختلفا من لما حكى معه كانامي. هو هيك معقول تكون عنده نية انه يعمل شي بكانامي؟ لا لا اكيد لا، مستحيل زيرو يعمل شي بدون سبب. بعدين فتح باب مسكن مصاصي الدماء وكانوا البنات واقفين عم يهتفوا ويصرخوا، ويوكي كانت عم تحاول تهديهم وتنظمهم وبلشت تشرح لهم كيف لازم يوقفوا ياخذوا الشوكولاتة. بس ايدو كان متحمس كتير وراح بسرعة لعند معجباته، وكان امين نطق وقال له ايدو احسن السلوك مفهوم؟ وايدو جاوبه اكيد اكيد يا رئيس المهجع كانامي. ويوكي تشكرت كانامي وراحت صفرت للبنات ليبلشوا تقديم الشوكولاتة. وكان كل الشباب من مصاصي الدماء عم يتلقوا شوكولاتة من البنات، وكانامي كان له النصيب الأكبر، وفي كتير بنات قدموا له الشوكولاتة وكانوا مغرومات فيه. وروكا كانت منزعجة من هذا الشي لأنها غارت عليه، وكان الكل مبسوطين. وكانامي لما كان ماشي طلع بيوكي وقال لا شكرا لك يا يوكي ديري بالك على حالك. وهي انصدمت لأنه كان رايح بدون ما تعطيه الشوكولاتة، وحطت إيده بجيبته وقالت أنا فوتت الفرصة أني أعطيه الهدية. وفجأة البنات تدافعوا عليها ووقعوها معهم، وعلبة الشوكولاتة وقعت منها. فأجا زيرو حملها ونادى على كانامي ورماله إياها، وكانامي مسكه بإيده وزيرو قال له هاي وقعت منك. وكانامي عرف إنه من يوكي وقال لهم أنا رح أقبلها شكرا إلك يا يوكي، وراح. ويوكي لفت لعند زيرو بغضب وقالت له لك يخرب بيتك من حالك، ليش عطيته إياها وأنا اللي كنت فكرتك زعلان؟ وهو جوابا انزعجت وانا عم شوفك حزينة ليش ما عطيتيه اياها؟ ويوكي جاوبته لان تلقي الشوكولاتة مني قد يكون مزعجا لانه مختلف عني. وهون زيرو طلع بجسمه وشم ريحته وحس بشعور غريب واجته حالة غريبة، فلف بسرعة وراح. ويوكي كانت شاردة وقالت جواتها منذ 10 أعوام كانامي أنقذ حياتي، بس بالنسبة لكانامي يمكن يكون هذا حدث تافه. وبهالوقت كان كانامي حامل الهدايا اللي عطوه اياها المعجبات وعم يمشي مع بيرين. وهي قالت له لورد كانامي ألا يزعجك هذا؟ رح أحملها عنك، أعطيني اياها من فضلك. وكانامي أعطاها كل علب الشوكولاتة وقال لا فيكي تاكليها كلها أنا بدي بس هي. واحتفظ كانامي بالعلبة اللي عطته إياها يوكي فقط، وكان ماسكها وعم يتطلع فيها بحب كبير وبسعادة. أما يوكي فلما خلص التفكير لفت لعند زيرو، بس هو كان راح وهي اندهشت. وبإسطبل الخيول كان زيرو تعبان وعم يتنفس بسرعة، وفجأة حس بحدا إجا عم يراقبه وقال أيا كان الشخص اللي عم يتخبى اطلع بسرعة. فطلعت من ورا الشجرة البنت اللي مسكة لما وقعت من الصور وقالت له أنا حبيت اتشكرك حقا على إنقاذك لإلي، اتفضل هي الهدية إلك. هو زيرو قال لا روحي من هون. وهي انصدمت وما فهمت فصرخ عليها عم قلك روحي من هون. فارتعبت البنت المسكينة واعتذرت منه وراحت بسرعة. وكان زيرو تعبان جدا وتطلع بالحصانة ليلي وقال لها شوفي لا تطلعي فيني هيك. ولما حل الليل كانت يوكي عم تدور على زيرو. وبقاعة المحاضرات الليلية كان موجود فقط كانامي وبيرين ومصاص دماء أشقر. وكانامي قال لهم وين ايدو والآخرين؟ والأشقر جاوبوا معك حق هنن مو هون، يا ترى وين راحوا؟ وكانامي حس أنهم رح يعملوا شي خطير. وبهالأثناء كان زيرو عم يمشي جنب البحيرة وهو تعبان، وفجأة وقفوا بوشه مصاصين الدماء. وزيرو طلع مسدسه بوشهم وقال لهم شو بدكن يا طلاب الفترة الليلية؟ وآيدو جوابه أنت متغطرس يا كيريو زيرو. وروكا قالت له أنت مجرد إنسان وأسلوبك مع اللورد كانامي لا يليق.
والتفوا حواليه وكان بدهم يقتلوه، بس كاين ما كان موافق وقال لهم إذا عرف اللورد كانامي فرح يعاقبكم. زيرو انت كمان كتير زودت، وراح مسكولي يحكي معه، بس زيرو بلمح البصر سحبوا وقلبوا بالهواء ووقعوا على الارض بقوة كبيرة، واصدقائه سخروا منه، وزيرو ابتسم وقال لهم هذا شيق، تعالوا يا مصاصي الدماء، انا في حالة مزاجية سيئة شوي. وقايد وعصاب وأطلق قوته، وكانت عبارة عن جليد انتشر بالأرض تحت زيرو. وكاين قام وقف ونفض ملابسه وقال له وأنا اللي كنت عم حاول أتوسط لحتى ما يعملوا لك شي، رح دفعك ثمن غالي. والتفت حواليه شعلات نارية، وزيرو كان مصوب مسدسه عليهم، وفجأة اجت يوكي بسرعة وصرخت توقفوا، القتال محظور، هذا الشي مكتوب في دليل الطالب، بس إذا كنتوا مضطرين فبصفتي عضوة في اللجنة التأديبية من واجبي أني أتصدر لكم. ومصاصي الدماء قالوا أوه ليكا أجيت أفسدت الحالة المزاجية، كنا رح نتسلى، خلاص خلينا نرجع للصف. وراحوا تركوهن. ويوكي لفت لعند زيرو وقالت له شو اللي عم تعمله يا زيرو، تصرفاتك غريبة حقا، معقول تعمل هيك شي؟ وزيرو ضل ساكت وما حكى أي كلمة ولف وتركها وقال لا تركيني بحالي، وهي استغربت منه. بعدين راح زيرو للحمام وكان عم يستفرغ، اما يوكي فكانت عم تفكر فيه وقالت زيرو قلبه مسكر تماما، لطالما كان هيك هو رح يضل هيك دائما. بعدين دخلت للحمام ولقيته قاعد على الارض شارد وهو مبلل، فاخذت منشفه وبلشت تنشفه وسكرت له قميص وقالت له هي العادي فيك ما بتتغير ابدا، يا ريتك تحكي معي ولو قليلا. لك ايه صحيح تذكرت، وحطت ايدها بجيبتها وطلعت قطعة شوكولا هي صنعتها واكلت وياها بتمه وقالت له هي كانت قطعة الشوكولاتة الوحيدة اللي نجحت باعدادها، انها الوحيدة في العالم لهيك كن سعيدا. وزيرو تغير شكله لما اكلها لانه مذاقها ما عجبه، وهي قالت له ليش شكلك تغير وكأنه مذاقها مروع، انا الحق علي. ولفت وهي زعلانة، وهون زيرو طلع فيها وبجسمه وبلش يشم ريحتها، وكان عنده احساس انه بيشتهيها بشدة، فمد ايده ومسكها من كتفها. ولما لفت يوكي لقيته عم يتطلع فيها بنظرات غريبة جدا ما فهمتها، وفجأة قام زيرو قال لها قلتلك تركيني بحالي، وطلع من الحمام وتركها. وكانت يوكي محتارة وما فهمت شو صاير معه، واتطلعت بالارض ولقيت حبة من اقراص الدم اللي بياخدها مصاصي الدماء، وقالت جواتها شو عم يعمل قرص الدم هون. وبهذا الوقت كانوا مصاصي الدماء عم يحكوا لكانامي الشي اللي صار معهم، ومصاص الدماء الاشقر قال له كلنا تائبون، بس زيرو جريء جدا اذا قبل تحدي ايدو لابد ان هناك شيء يزعجه حقا. وكانامي جاوبون الامر مو بايده، هلا تلك الحادثة التي وقعت منذ 4 سنوات غيرت حياته تماما. وزيرو كان عم يتألم بشدة. وصباح اليوم التالي كانت يوكي وزيرو عم يفطروا مع المدير كروس، والمدير خبرهم انهم رح يعملوا تفتيش مفاجئ بمسكن الطلاب البشر ومصاصي الدماء. وبهذا الوقت كان مصاصي الدماء بالمسكن تبعهم، وبيرين اجت وحكت لهم عن التفتيش اللي رح يصير عندهم، وهن تفاجئوا بس ما كان عندهم اي شيء لحتى يخافوا انهم يكتشفوها عندهم. بس كاين اخذ ايدو للغرفه وطلب منه يتخلص من مجموعه من الاغراض، وكانت هاي الاغراض هي مخلفات واشياء بتخص كانامي، لان ايدو طلع مهووس فيه وبيجمع كل اغراضه وكان رافض انه يتخلص منها. وفجأة اجا كانامي وسمعن عم يحكوا وشاف كل اغراضه اللي رماها موجودة عند ايدو وقال له ايدو بدي احكي معك مشان الخصوصية بالمسكن. وكان معصب جدا، وايدو ارتعب وقرب يعملها تحته. بعدين كانامي طلب من مصاصي الدماء انهم يطلعوا كل هاي الاغراض، وبالفعل بلشوا يطلعوا اغراضه اللي كانت بغرفة ايدو المهووس واللي كان على الارض عم يبكي.
وبهذا الوقت كانت يوكي بمسكن طلاب الفترة النهارية عم تفتش وصادرت مجموعة من الأغراض المشبوهة والممنوعة، والطلاب كانوا عم يترجوها لتترك له الأغراض، بس زيرو كان معه وكانوا صارمين جدا. ولما خلصت يوكي طلعت بالأغراض اللي أخذتها من الطلاب وكانت عبارة عن صور لمصاصي دماء، وقالت أنا بفهم سبب رغبتهم في التقاط صور سران، كلهم في غاية الجمال مصاصو دماء، وكانت عم تحملها لتتخلص منها. أما زيرو فكان قاعد تحت شجرة عم يتنفس وتطلع بعلبة أقراص الدم، وفجأة اجت لعنده يوكي، وهو لما شافها خبى العلبة بسرعة بجيبته وهي شافته. وزيرو قام وقال لها هلأ رح نروح لمسكن مصاصي الدماء للتفتيش. وبالفعل راحوا لمسكن مصاصي الدماء وكانوا بيسموه مسكن القمر. ويوكي قالت له نحن ما دخلنا مسكن القمر قبل هلأ، هل عم تشعر بالتوتر مثلي؟ وزيرو ما جاوب أو دخلوا من البوابة، وعند الباب لقوا رجل عجوز شكله غريب وهو بيكون حارس المسكن، وقال لهم أنتم ما من اللجنة التأديبية صحيح؟ اتفضلوا. فدخلوا هن الاثنين للداخل، ويوكي كانت عم تطلع بالمكان وهي متوترة. ولما طلعوا للدرج ليفوتوا لجوا وقفت يوكي وقالت لزيرو لحظة قبل ما نفوت لمسكن القمر شفتك عم تمد ايدك بجيبتك قبل شوي. وزيرو انصدم من كلامها وهي قالت له انت خبيت شي مو هيك؟ بصفتك عضو في اللجنة التأديبية ما بيصير تخالف المبادئ الأخلاقية. وفجأة انزلقت رجلة من الدرج ووقعت، وزيرو مد ايده ومسكه ووقع معه، وهي وقعت فوقه تماما فشم ريحتها ولف وشه، وهي مدت ايده وطلعت علبة الحبوب من جيبه. ولما شافتها سألته شو هي علبة دواء؟ وزيرو أخذها من إيده بسرعة وجاوبها هذا ما بيخصك، وراح يركض بسرعة وتركها وهي راحت تركض وراه. وكانامي كان واقف عند الشباك وشافهم رايحين عم يركضوا، وآيدو طل من الشباك وقال يخرب بيتكن كيف يعملوا هيك ويروحوا بعد ما حطموا السعادة القليلة اللي كنت بملكها. أو لف ولقى كانامي قدامه فارتعب وانسحب بسرعة. وكان كانامي عم يفكر بيوكي وعم يتساءل ليش راحت. وكانت يوكي عم تلحق زيرو بس هو كان عم يمشي بسرعة وما رد عليها أبدا، وهي قالت له انت ما فيك تتصرف لحالك بدون ما تخبر حدا. شو بدي اعمل هلأ؟ هل بخبر المدير كروس؟ لا بدي الحق وافهم منه. وراحت تركض وراه، ولما دخلت للمدينة فقدت اثره تماما وبلشت تمشي بالشارع وما لقيته ابدا. وبينما كانت عم تركض اصطدمت بامرأة فاعتذرت منها وراحت تركض بسرعة، بس هديك المرأة وقفت بمكانها وكان شكلها غريب جدا. وبعد فترة من الركض تعبت يوكي وقعدت بمقعد لترتاح شوي، وقالت جواتها لماذا أنا ميؤوس مني لهذه الدرجة؟ كنت بعتقد أني تجاوزت الأمر بس أنا لساتني لما أكون لحالي بخاف. وكانت يوكي عم تعاني من نوبة هلع بتصيبها لما تكون لحالها بسبب الشي اللي صار معها زمان وهي طفلة، وقالت بتذكر اللون الأحمر وهذاك مصاص الدماء اللي هاجمني. وانتابتها نوبة الهلع وبلشت ترجف، وفجأة لمحت شي مرق جنبها بسرعة، ولما اطلعت لقيت طفل صغير ماشي وحامل بالون، وفجأة البالون طار من ايده وعلق بشجرة، فقامت يوكي وقفزت ومسكت البالون وقالت له تفضل يا صغيري، والولد لف وراح يركض وما جاوب ابدا. وبهالأثناء كان زيرو بمطعم عم ياكل لحتى يهدى شوي، أما يوكي فكانت ماسكة البالون وعم تمشي بالشارع وعم تدور على هداك الطفل الغريب. وفجأة لمحته عم يركض بممر فراحت بسرعة عم تدور عليه، وكانت عم تفوت لشوارع مهجورة وخالية من السكان لحتى لقيت هداك الطفل واقف بمكان خالي تماما من الناس. فراحت لعنده وقالت له أيها الصبي انت نسيت تاخد بالونك. ووراها كانت واقف المرأة المخيفة اللي خبطتها لما كانت عم تركض، وكانت عم تطلع فيها نظرات مرعبة.
فيا ترى شو اللي رح يصير؟ ومين هي المرأة المخيفة؟ وهل رح تأذي يوكي؟ كل هاي الأمور رح نعرفها بالفيديو الجاي إن شاء الله رب العالمين. إذا عجبكم الفيديو أصدقاء لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. كان معكم صديقكم الرائع ريكو رايز. شكرا يا أصدقائي الحلوين والسلام عليكم.